ربيعنا لهذا العام ظاهر النعماء، ربيعنا لهذا العام ظاهر النعماء، قلوبنا مشتاقة زيارة الطبيعة الخضراء، ألوان ساحرات كاخضرار الأرض ثم زرقة السماء، ألوان ساحرات كاخضرار الأرض ثم زرقة السماء، فكل شيء مبهج يا سادتي في ذا الفضاء، سبحان خالقي ومبدع الحياة كلها من ماء، سبحان خالقي ومبدع الحياة كلها من ماء، فطالعا يخل صنعه البديع في كتاب، وادخلا لمتحف الإله بانسياب، واقرأ صفاته الحسنى في كل منظر خلاب، واقرأ صفاته الحسنى في كل منظر خلاب. كم من مغرم فقط برؤية الجمال في البنات، وقد علاه زيف وذبول ثم مات، أليس هذا الكلام حقا يا شر النحات؟ إبليس يا خليلي في روعهن قد نفث، وصير الحياة عندهن جدها عبث، فمهلا أيها الغريد ألجم اللسان من رفث، المعذرة أحبتي مما أسلفت من حرج، وأسأل الإله أن يمن بالفرج، فهذا القدر أحسب شيئا مما يباح، فهذا القدر أحسب شيئا مما يباح عند التقاء الأحبة وفي لحظة الأفراح. من قافية الحائل الختام فورا أدلف، فإن وقفت عند كل حرف طال الموقف، وشكرنا موصول للذي بنا احتفى، ونطلب إلهنا بمنه أن يخلف على أخينا من كنوه يخلف، واسمه الشخصي أحمد غني أن يعرف. فهذه قصيدة مني هدية لمن استضافنا جميعا في الشويحية. السلام عليكم ورحمة الله. رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، باسمكم جميعا نقدم الشكر الجزيل لأستاذنا وشيخنا سي أحمد يخلف على هذه الاستضافة الحميدة، أسأل الله سبحانه أن يكثر منها إن شاء الله. ومثل هذه اللقاءات ما تزيدنا إلا محبة وتآلفا وتعاطفا، ونسأل الله سبحانه الجزاء لمن كان السبب في هذا الاجتماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بداية نتوجه بالشكر الجزيل لأخينا السي أحمد حفظه الله، طب الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم هذا أن يجمع له كل خير، طب الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب هذا اللقاء في ميزان الأب دياله. صراحة الذي ترك هذه الصدقة الجارية اللي كتمثل في السي أحمد، نطلب الله سبحانه وتعالى دائما أن يبقى محور ديال هذا الجمع هذا وديال هذا الألفة وديال هذا الأخوة، فجزاه الله عنا كل جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم السلام كثيرا يوم الدين وبعد. في البداية توجه بالشكر الخالص من صميم قلوبنا وأفئدتنا إلى أستاذنا وشيخنا أستاذ سي أحمد يخلف على هذه الاستضافة وعلى هذه الضيافة، فجزاه الله خير الجزاء. لقد جمعنا، ولولا الله عز وجل ويعني اقتراحه لما اجتمعنا هذا المجمع ولما جلسنا هذا المجلس.
وكما سبق السي مصطفى يفلاح، في الحقيقة مثل هذه اللقاءات نحن في أشد الحاجة إليها. هذه اللقاءات تكون سببا في صفاء القلوب وتنشر المودة والمحبة بيننا، وتجعلنا نتآلف ونتضامن أكثر ونتعارف أكثر ونقترب من بعضنا أكثر من ذي قبل. فهي لقاءات جيدة في الحقيقة، نسمع فيها كلمات ونسمع فيها الشعر ونسمع فيها شيء من الفكاهة وشيء من الضحك والدعابة، ونحن كإخوة فقهاء عندنا كثير من الدعابات، كثير من المضحكات، وكثير من الأشياء التي تتعلق بالماضي. في الحقيقة فنسأل الله عز وجل أن يأذن بلقاءات أخرى مثل هذه اللقاءات، ومرة أخرى ننتقل إلى مكان آخر لا نثقل على الأستاذ سي حميدي خلف. فالحمد لله، الحمد لله، نحن نبدأ من الأقربين وحينما ننتهي نذهب إلى الأبعد. فإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن ييسر، نسأل الله عز وجل أن ييسر هذا الأمر وأن يجعله مستمرا وأن ييسر السبل لهذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في أحسن الظروف أن يجمعنا عنده في دار كرامته في جنة النعيم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يرزق السداد والتوفيق والنجاح لمن كان سببا في هذا اللقاء المبارك، ثم نتمنى أن تتكرر مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الرحلات. ستكون إن شاء الله تعالى هذه البداية على أساس أن تستمر مثل هذه الرحلات، لأن هذه الأول من نوعها، ولكن نتمنى أن تستمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونشكر الإخوان جميعا وخصوصا الذي كان سببا في هذه الرحلة والمقترح لهذه الرحلة، أستاذنا الحاج أحمد، وشكرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في الهجير في الآصال تلقاك مدينة أو قبيلة الشويحية بالراحة والإقبال، تلقاك بالنسيم والضليل وماء نبع عندها زلال، وأهلها من عرب كرام يستقبلون ضيوفهم ببشاشة وابتسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أجد ما أقول في هذا المجلس إلا أنه في الحقيقة يعجز الإنسان يعني عن تعبير عن فرحه وسروره وابتهاجه بهذا اللقاء التواصلي المبارك الذي يجسد في الحقيقة ويكرس روح الأخوة والمحبة التي تسود بين الإخوة جميعا. فشكرنا موصول مرة أخرى لأخينا وأستاذنا السي أحمد خلف وإخوانه وعائلته الذين استضافونا في هذه الرحلة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تتكرر مرات ومرات. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله بينهم، لا على أموال يتعاطونها بينهم
والله إن وجوههم لتنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. صدق رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. في البداية أقدم الشكر لأستاذي الفاضل كما قدمه